حكومه عادي جدا. وطبعا بعد ما خلصت دخلت بقى ترجمه فوريه. فدي كانت اول مشكله بالنسبه لي. ان كل حاجه بالانجليزي وانا مش بعرف حتى اقرا اسم الماده دي. فانا مثلا نت كده على السايت ده. خلينا نطلع نسال ممكن نبني ممكن نبني طب هو فين؟ تمام الكلمة دي بالنسبة لكم سهلة ولا صعبة؟ سهلة أنا دي الكلمة دي ممكن تتفاعل أقرأها وأنا في لغات معينة دي كانت مادة عندي فده كان بالنسبة لي يعني اللي هو أكبر هو يعني إزاي المادة اللي أنا هدرسها أنا أصلا مش بعرف أقرأها مش عارف اقرا. قعدت اشتغلت على نفسي، قعدت اتفرج على بمعنى اصح فيديوهات على اليوتيوب حتى لو انا مش فاهم هو الفيديوهات دي بتقول ايه. بس انا مجرد ان انا بقلد الشخص اللي بيتكلم. قعدت لمده 6 شهور لحد لما لقيت ان هو انا بعرف اتكلم زيه بس انا ممكن اكون مش فاهم قوي اللي هو بيقوله، ممكن ابقى فاهم بنسبه 80% لكن مش فاهم. قدم على KFC
هو 24 واحد يعني هم كلهم 24 واحد خد 23 واحد وضربه كده قدم للشرطه كان خمسه اللي قدموا خدوا الاربعه وسابوهم بكره طب حد المفروض يعني الموقف ده ابسط حاجه ان هو يعني هيتحكم هيقطع شرايين ولا حاجه زي كده بالعكس هو فضل يعني مؤمن بفكرته وجمع 17 شخص من اصحابه وبدأوا ستارت اب في يعني شركه بسيطه جدا في الشقه بتاعته ودلوقتي هو من اعلى او من اغنى شخص في الصين. فدي هتيجي في العالم. مفيش مشكله. في امريكا او حتت كبيره خاصه في امريكا بيدرس الاولاد من سن صغير حتى يعني حاجات ليها علاقه بالرياضه ما اتحلتش قبل كده. فالدكتور ده حل مساله رياضه او مشكله ليها علاقه بالرياضه بقالها 300 سنه ما اتحلتش. انت بتبعت الشخص ده يعني هو اكبر مثال صراحه ان مفيش وقت ان انا انهي امتى اتعلم وامتى لا. الشخص ده كسب نوبل هو واثنين كمان لاستعمالهم في تطوير البطاريه بتاعت اليد دي. كسب نوبل وهو عنده 97 سنه. خلينا نشوف بعض زي ما قلت هو من بدايه مثلا ممكن سنه اولى بيدرسوا لنا حاجات ما اتحلتش. ممكن لو ما اتحلتش من 40 سنه من 50 سنه 80 سنه عشان يدربوهم ان هو كل لما يتعرض لتحدي معين ان هو ازاي يفكر فيه وازاي التحدي ده هيقدر يضيف للشخص اللي هو بيتعرض للتحديات دي. طيب الفرق اللي ما بين الشخص اللي بيبقى التحديات ولا لا؟ الفرق في المايند سيت اللي هو طريقه التحدي. طب المايند سيت هي اول مصطلح حصل او اتعمل هو اتقال عليه كلمه مايند سيت كان اللي عمله مركب سايكولوجيست اسمها فورورد بلوك. هي بمعنى اصح ازاي احنا بنفكر في اللي حوالينا، ازاي بشوف المشكله اللي انا بتعرض لها، ازاي بشوف اي تحدي يحصل. خلينا نشوف التعرض. الفيكس مايند سيت. الفيكس هو الشخص اللي بيشوف التحدي على اساس ان هو او بيشوف الفشل بمعنى اصح على اساس ان هو دي اخر تجربه. هو مش اكتر من كده. او هو مش هيقدر يعمل اكتر من كده. هو بيشوف ان هو يا اما كويس يا اما في اي مكان مش ملوش علاقه بالتعلم مثلا الانجليزي او بتعلم لغه في اي مكان هو بيشوف ان هو يا اما كويس يا اما لا. هو دايما بيشوف ان هو انا ما بحبش ان حد يتحداني، ما بحبش ان انا اتحط في مشكله، ما بحبش ان انا اشوف مثلا ان انا في مقارنه ما بين حد وحد تاني. هو دايما لما بيحصل له حاجه هو بيستسلم بسرعه جدا. طب على عكس الكلام ده هو الحاجه اللي احنا المفروض ان احنا عايزينها ان هي تبقى موجوده عندنا اللي هي الجروث مايند سيت. طب الفرق ما بين ده وما بين ده؟ الفرق ان ده بيشوف الفشل هي محاولة أو فرصة للتعلم. هو ما بيشوفهاش إن هي فشل، هو بيشوفها فرصة للتعلم. بيشوف إن أنا ممكن أتعلم أي حاجة، أيا كان المجال، بس الفكرة كلها في الوقت والمرونة، إن أنا بشوف الفشل إزاي أنا هتعلم منه. هو بيشوف عادي بيشوف انه عادي مفيش مشكله. الفيدباك اللي هتجيلي من حد هو مش نقد بل بالعكس دي طريقه عشان اعرف انا ماشي ازاي وهروح فين. ايه اهم حاجه ممكن اعرف ان انا عندي فيها جروث مايند سيت؟ اول حاجه الريزيلينس ان انا ابقى عندي مرونه مفيش مشكله ان انا افشل مره افشل اثنين بس
طبعا ما يكونش بجرب ان انا مسافرش، لا انا بكسب وبعرف ايه اللي حصل، ايه المشكله، وامشي على خطوات ثانيه. ان هو بدا من النهايه اخر خطوه انا عملتها. بشوف ان كل تحدي هو بيزود عمليه التعامل بتاعتي. بشوف ان عواقب الطفل ازاي ان انا ابقى اقوى من الاول. وفي نفس الوقت هو شايف ان الدنيا او الحياه هي مش اكتر من مش مجرد ولكن تجربه. فانا لازم اعمل كل اللي فيه، مش مجرد ان انا استسلم وخلاص. نشوف اللي بعده. ده موقع انا كنت بستخدمه مع اعمار كتيره جدا. الموقع ده بيجي كل يوم وفيه في اكتر من تحديات، يعني مش حد واحد بس تحديات كتير جدا. الموقع ده هو كويس جدا في ان انا كل يوم اتعرض لمشكله شويه، لان هو في علم اللي هو علم الاعصاب بيقول ان هو كل لما الواحد بيتعرض لتحدي كل لما الخلايا بتتكون اكتر وبتعمل وصلات اكتر، فبتزود معدل الذكاء بتاع الشخص اللي هو بيتعرض لتحديات حتى لو هو ما حلهاش. يعني ممكن اخد مساله رياضه مش شرط ان انا احلها ولكن انا تعرضت لها، فالمخ بيعمل يعني بيزيد اصلا مساحته بتزيد ومعدل الذكاء بتاع الشخص ده بيزيد، مش شرط ان هو يحلها بس هو تعرض لها. فلو ممكن نفكر حاجه زي كده كل يوم. الموقع اسمه بريميوم، ممكن اشوفه كل يوم ان انا اشوف تحدي واحاول فيه مره اثنين ثلاثه، مش شرط ان انا احب. وده الفرق ما بين الشخص اللي عنده فيكس مايند سيت وعنده جروث مايند سيت. اللي عنده جروث مايند سيت هو بيشوف او بيقدر اكتر الخطوات مش النتيجه، عن ان انا اقدر ان انا ما وصلتش للنتيجه اللي انا عايزها، بس الخطوات تنفع، الخطوات تستاهل ان انا يعني ابذل مجهود فيها وان انا اجرب تاني وتاني. الدراسات اظهرت ان هو الناس اللي عندها جروث مايند سيت هي بتبقى اكثر ثلاث مرات ان هي تجيب درجات عاليه بنسبه 20% من الناس الثانيه. نفس الدراسه اثبتت ان الناس اللي عندها العكس من الجروث مايند سيت اللي هو الفيكس مايند سيت اللي هو بيشوف كل حاجه كان هي تحدي بالنسبه له وهو مش عايز يتحدى تحديات، كانوا بيجيبوا درجات اقل 4 مرات من الناس اللي عندها. خلينا نشوف اللي بعده. طيب ايه اللي انا ممكن اشوفه يكون هدف بالنسبه لي ان انا اغيره؟ طيب التعلم هو مرتبط بشكل اساسي ان انا جزء من المخ هيتغير. فلازم ادي المساحه دي، لازم ابقى عارف ان هو الاستريس ما يبقاش كتير قوي وما يبقاش قليل قوي. فبالتالي ان انا احضر ان يحصل تعلم. نفس الكلام لازم يبقى فيه جزء اساسي من النوم. النوم بعد الساعه 10 ل 12 ده مضر بشكل او باخر، كلنا بنعمل حاجه ولكن هو مضر جدا جدا جدا. التغذيه شرب الميه بيساعد على التركيز جدا جدا، فلو كل مثلا نص ساعه ميه ده هيفرق جدا في التركيز. وطبعا اي نوع من الرياضه حتى لو كان مجرد مشي. طيب هو المفروض ان دي 25 طريقه لتطوير الجروث مايند سيت، وانا اخترت 4 بس. هو اول يعني مش اهمهم ولكن دول اكتر 4 انا عايز اتكلم عليهم. اول حاجه ان انا اعترف ان انا عندي مشكله، ودي مفيش مشكله تماما فيها. ليه؟ لان انا كل اللي انا عايز ان انا اداري المشكله دي فانا مش هحلها. فاهم ان انا اعترف ان في مشكله. بعد كده انا بشوف كل تحدي على اساس ان هو فرصه هتعامل فيه، ايا كان اللي انا هتعامله بس فرصه انا هتعامل فيها. نفس الكلام ان انا هبدل كلمه فشل بكلمه تعلم. انا عادي مفيش مشكله ان انا افشل مره اثنين ثلاثه طالما ان انا مش بعيد نفس الخطوات. واخر حاجه
البروسيس بتاع الخطوات عن النتيجه اللي في الاخر. عادي انا ممكن اعمل في تاسك طالب مني انا عملتها بعد الوقت بتاعها. مش دي مشكله خالص. هو طبيعي ان انا يعني المفروض ان انا قبل الوقت ولكن انا عملتها. فما لومش نفسي او الوم حد. انا قلت للطالب ده التاسك ده ان هو اتاخر عن الوقت. تمام؟ طالما ان هو عملها ده ممتاز. حتى لو انا عندي ابن ما اقولوش دايما ان انت في الاخر كنت كويس او النتيجه اللي انت جبتها عظيمه. بل بالعكس انا ممكن اقول له الطريقه اللي انت ذاكرت بيها كانت عبقريه. الطريقه انا اشكر الطريقه ما اشكرش في النتيجه اللي جابها. واخر بقى تابس ممكن ان انا اقول الناس اللي عندها بروفيشنالز اللي هو الساعه والاحتمال والحمدون ده بالظبط زي اكني فاكر في تراك من غير نهايه. انا مش هحقق اي حاجه خالص. انا كل مره انا عايز ان انا اعمل حاجه الحاجه دي تكون حقيقيه. فيا ريت ما تعبش نفسي بمجرد ان انا عمال ادور على نتيجه عمرها ما هتحصل. طيب لما يجي في دماغي افكار زي مثلا ان انا مش بعرف اعمل حاجه او مش قادر اعمل حاجه او مش عارف افهم حاجه، خلينا نضيف بس كلمه يد اللي هي لحد دلوقتي. انا مثلا مش عارف حاجه لحد دلوقتي او مش قادر افهم حاجه لحد دلوقتي. الجزء ده هيفرق جدا 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 في طريقه التفكير، هيخليني اشوف كل حاجه بشكل مختلف. اعتقد ده كان حاجه خالص. واهم كلمه بالنسبه لي كلمه ريزيلينت، المرونه، ان انا ازاي اتمرن اشوف الحاجه حتى لو انا غلطت حتى لو انا فشلت مفيش مشكله هجرب تاني وثالث ورابع. Thank you.